يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. واسمعوا معي جميعا، يا بني أقم الصلاة، مالوش قد الصلاة وإنما قال أقم. وأقم في اللغة العربية غير أدي، يعني أدي، أديها على أي وجه وبأي شكل وبأي صفة. لما حين يقول أقم الصلاة يعني أقم الصلاة كما أرادها الله وكما شرعها الله وكما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال لنا صلوات الله وسلامه عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي. أي نؤدي ركوعها وسجودها وخشوعها لله سبحانه وتعالى، لا نؤديها كيفما اتفق ولا حسب ما نرى، ولا كما يقول بعضنا لبعض الآن: تعالى نخطف العشاء، تعالى نخطف المغرب. لا، ما فيش خطف في الصلاة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا يصلي ولكنه يسرع إسراعا شديدا وغريبا، فحين انتهى من صلاته قال له صلوات الله وسلامه عليه: صلي فإنك لم تصلي. أي أن صلاتك هذه ليست صحيحة وليست سليمة، لأن الصلاة ينبغي أن نؤديها كما فرضها الله في تؤده، نؤدي الركوع والسجود في تؤده، ولا نسرع إسراعا يخل بالصلاة ويخل بأدائها ويجعلنا كأننا لم نصلي. فقال له: صلي فإنك لم تصلي. يا بني أقم الصلاة، حين وجهه إلى التوحيد وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى الإيمان بالله عز وجل، ثم وجهه إلى رعاية الوالدين والإحسان إلى الوالدين، ثم وجهه كذلك إلى أن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، قال له: يا بني أقم الصلاة، يعني أديها كما فرضها الله سبحانه وتعالى، وأن الصلاة أهم فريضة من فرائض الإسلام.